بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات في رثاء أستاذنا فضيلة الشيخ حسين الأحمد رحمه الله الذي توفي يوم الخميس 1 محرم 1442 هجرية والموافق 21/8/2020 رحمه الله، وكان مدرسا لعلم الفقه والتفسير في الكلتوية النبهانية. مضى لسبيله والمجد أبقى، وفي أوج المعالي نال سبقا. مضى لسبيله والمجد أبقى، وفي أوج المعالي نال سبقا. ومذ وافى الحبيب وفى صدوقا، وعروته بهذا الحب وثقا. وفي المضمار جلى مذ تجلى له غر الجبين إليه يرقى، فمن فيض العلوم له صبوح، ومن عذب المناهل بات يسقى. وأعنق حين شام بروق شهبا، وأعنق حين شام بروق شهبا، يحث العيسى تحنانا وشوقا. وفي جنباته اصطرعت أمان، جرى يرقى لها أفقا فأفقا. وفي دار الحبيب أقام صبا، كأن عليه دينا مستحقا. وفي دار الحبيب أقام صبا، كأن عليه دينا مستحقا. وراعية تنادي في حنان، وهم يصدع الأضلاع خفقا. تتابع خطوه والطرف باك، وتصطلم الهموم تدق دقا. إلى النبهاني قالت ذا معيلي، وليس سواه بعد الله خلقا. فقال لك المعاش وذاهبيه، لعلم من حواه ليس يشقى. تتابع خطوه والطرف باك، وتصطلم الهموم تدق دقا. إلى النبهان قالت ذا معيلي، وليس سواه بعد الله خلقا. فقال لك المعاش وذاهبيه، لعلم من حواه فليس يشقى. مشى ومشت، وعين الله ترعى فؤادين من الألماس أنقى. مشى ومشت، وعين الله ترعى فؤادين من الألماس أنقى. فيا للنور حين يضيء قلبا، ويا للحب ما أرقاه ذوقا. حسين نعم، حسين نعم، حباك الفرد عزا، وتزجيك يد العرفان رفقا. إبراهيم الحمد لله، جزاك الله خير.